العزل الصحي أو الحجر الصحي واحد من أكثر التدابير اللي تم اتخاذها خلال الأيام اللي فاتت للحد والوقاية من انتشار هذا المرض. مدن كاملة دخلت في العزل الصحي والحجر الصحي زي ما حصل مع مدينة ووهان الصينية، ويحصل دلوقتي مع بعض الدول زي إيطاليا اللي دخلت بطبيعة الحال إلى العزل الصحي التام والكامل، وبعض الدول أعلنت حظر التجوال زي ما عملت فرنسا أمس. المهم الحجر الصحي أصبح هو الإجراء الأهم لمواجهة خطر هذا الفيروس. لكن وفي دولنا العربية الدول بدأت تأخذ هذا الحجر الصحي، مصر بدأت بالحجر الصحي، وبدأت دول كتير تفرض حجر صحي على القادمين من الخارج وبعض المشتبه بإصابته. هذا الشاب اللي قدام حضراتكم هو اسمه تامر سعودي. تامر سعودي مواطن أردني عمره تقريبا حوالي 40 سنة، عاد من بريطانيا قبل أيام ليكتشف إصابته بفيروس كورونا ويتم إيداعه في الحجر الصحي. لكن الغريب وبعد 24 ساعة فقط من إيداعه في الحجر الصحي استطاع تامر السعودي الهروب من الحجر الصحي والاختفاء عن الأنظار، ليخرج وزير الصحة الأردني في التلفزيون المصري على قناة على القناة الرسمية قناة المملكة ليناشد تامر المواطن الأردني الهارب من العزل الصحي، يناشده بسرعة الرجوع إلى العزل الصحي وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر. نتابع ما قاله وزير الصحة الأردني. أخ تامر، المجتمع الأردني كله بإيدك، إلنا شهرين كلياتنا بنشتغل حكومة وشعب لكي نحمي هذا الوطن، ونحن معا. أنت تشكل خطر على المجتمع، أرجو إذا سمعت صوتي أن تتجه إلى قسم العزل. إذن أخ تامر، المجتمع أو صحة المجتمع الأردني كله في يدك، وأنت تعرض حياة المواطنين إلى الخطر. فإذا كنت تسمع هذه الرسالة على قناة المملكة الأردنية وبلسان وبصوت وزير الصحة الأردني، فعد فوراً إلى الحجر الصحي. ليبدأ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة الأردنية تدشين هاشتاج أو حملة بعنوان ارجع يا تامر، لمطالبة تامر بالرجوع إلى الحجر الصحي. هذه الحملة لم تخلو بطبيعة الحال من السخرية العربية، إلا أنها أيضا حملت الكثير من الغضب بسبب استهتار هذا الشاب بحياة المواطنين. الإعلامي محمد ماهر عقل بيقول في مواطن أردني كان راجع من بريطانيا للأردن واكتشفوا في مطار عمان إن عنده كورونا فدخلوه الحجر الصحي، بعدين الأخ هرب من الحجر. وزير الصحة الأردني طلع عمل له مناشدة على الهوى إنه يرجع، والأردنيين عملوا له هاشتاج ارجع يا تامر، بقى رقم واحد في الأردن عشان يرجع الحجر الصحي، مأساة وملهاة. حمدة بيقول ارجع دخيلك والله مساكين احنا. فحمة بتقول يلا يا تامر ارجع الحجر، مش ناقص غباوة هتموتنا يا عم. ايات الحاج بتقول الحمد لله نحن الاردنيين محرمين العالم من شيء، كل شوية قصة هروب من المستشفى، تصريحات غبية ولسه الحبل على الجرار او على الجرار، راح نبهركم بس اصبروا علينا. وهاشتاج ارجع يا تامر اللي مازال متصدر الترند حتى الآن في الأردن. راشد الغويري بيقول الله يهديك يا ابن الحلال ارجع والله مو ناقصنا. وارجع يا تامر بعد أو قبل ساعات أعلنت وزارة الصحة الأردنية على في بيان رسمي أو في عاجل على صفحة قناة المملكة الأردنية، قالوا القبض على المصاب الأردني الهارب من العزل الصحي واصطحاب خادمة وجدت بذات المكان لإجراء الفحوصات اللازمة لها. إذن بعد 48 ساعة من هروب تامر السعودي استطاعت الشرطة الأردنية القبض عليه ووضعه أو إيداعه من جديد في العزل الصحي، وأحد الخادمات التي كانت بصحبته، فيما نشأت حرب كلامية ما بين تامر على أحد القنوات وهي قناة رؤية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة قال أن تامر خرج وهرب من هذا العزل الصحي، وكان العزل راقي جدا يشبه الفنادق، إلا أن تامر قال أن هذا الكلام كاذب والعزل غير مناسب والمستشفى غير مناسبة
والتهوية غير موجودة، وأن أحد الأطباء هو من دله على طريق الخروج. يبقى شكرا تامر إنك رجعت المستشفى وما تعملش كده تاني، أو حد فيكم يعمل زي تامر.